مرحبا يا جماعة، نحنا كنا بالبث المباشر عم نعمل سحب للمسابقة تبع اليوتيوب. هيدي الجمعة كان معنا استثنائيا ربحين، في جايزة قدمتها ست معنا، هلا بتعرفوا التفاصيل بالفيديو، وجايزة تقدمت قناة الشيف جورج. بهذا الفيديو رح يكون معنا السحب اللي كان لايف على التيك توك، بس مباشر على التيك توك، كمان المصداقية تبع القناة. لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا بالسحب، معكم من هلأ للسبت تتواصلوا معنا كمان تستلموا جايزتكم، وإلا السبت رح نضطر إنه ننزل الهدية، نرجع بالسحب نهار الأحد. بكون يعني نهار الأحد الجاي معنا هديتين بالسحب، لأنه هون بتكونوا ما تواصلتوا معنا وأخدتوا الهدية. تذكر يا شباب حرية السحبة والجوائز اللي ما كان معنا من أول رمضان. نحن من أول رمضان عم ننزل فيديوهات على اليوتيوب، وكل شخص عم بيعلق على هول الفيديوهات عم ينزل اسمه بالقناة. يعني إذا شخص علق 5 مرات بينزل اسمه 5 مرات بالقناة. عندنا 3 فيديوهات نزلوا، 3 فيديوهات نزلوا جمعة الماضي. هدول 3 فيديوهات، إذا كل واحد، إذا هذا الشخص معلق على كل فيديو 5 مرات رح ينزل اسمه 15 مرة بالقرعة. فمشان هيك شايفين في عندي كثير ورق قدامي، لأنه في كذا اسم مكرر معاملين كذا كومنت خلال جمعة الماضية. يعني الاسم المعلق 10 مرات على كل فيديو بس. يعني معلق 10 مرات رح ينزل اسمه 30 مرة، يعني إذا كل على كل فيديو معلق 10 مرات رح ينزل 30 مرة على بالسحبة. نحن كنا حاكيين إنه حيكون في هدية، بس اليوم استثنائيا حيكون في هديتين. هدية مني وفي كوين اوف كوكيز حنان مقدمة هدية من عنده بوكس اوف كوكيز. اوكي، هلا رح نبلش بالسحب على هدية حنان ليديز فيرست، لانه بالاول رابح. اذا كان معي هلا على اللايف بيتواصل معي من بعد اللايف بقول له كيف يستلم هديته، وإذا ما كان معي على اللايف راح بكرة يشوف الفيديو على اليوتيوب. مسحة من تحت أو من فوق أو من الشمال أو من اليمين يا إيمان. شو؟ غمض عيونك، غمض عيونك طب إيمان وحط اسحبي إيدك أنت. بالقرعة واسحب. إيمان اسحبي أنت. طيب ليك 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 أي ورقة، رح لك أي ورقة، بقول لك أي ورقة. هاي واحدة البيضة، هاي واحدة ما هني كلهم بيض. عن اللي جد عن اللي دغري 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 قدام، اللي قدام وجهك دغري، في ورقة دغري قدام وجهك دغري دغري على طرف الجات. هاي ايه لا لا اللي ورا. ايوه هاي هاي. لا لا اللي هاي ورا اللي حطيت، يلا لا لا اللي حط اللي حطيت اصبعك عليها اول شيء. ورا 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 هاي ورا، لا ورا. هاي ايه هاي هاي هاي. لا اوكي لا لا صعبة علي. رحت اوكي الكهرباء اوكي يا يلا جماعة، هاي انسحب، خدت عجلة، ما خدت بيأثر. عجلة ورجع الكهرباء. هاي جاي إيمان، ايه اوكي هاي ماشي. على فكرة إيمان ما معها خبر بالأوراق أبدا. نرجع لكم ها. أو لا خلص. لا لا إيمان والله والله ما معي خبر بعد، ولا عارفة أصلا الأسماء يلي بالقرعة مين. اساسا ايمان ما معها خبر بشيء، انا اليوم عملتهم. هلا انا تاخرت شوي اطلع لايف، كنا بعد ما عم نطول اوراق يا جماعه. طيب 14 على اللايف، بدنا تكبيسات، كونوا شايروا اللايف لو سمحتوا. تكبير خلينا كيفكم يا نوصل جماعه، اللايف تكبير لل كيفكم. 10,000 اقل شيء، يوصل معنا اللايف لل 10,000. هيدي الورقه رح تربح معنا بوكس اوف كوكيز من عند كوين اوف كوكيز حنان، كانت معنا امبارح على اللايف. عبد الله اهلا وسهلا. شوف في عنا مسابقة هون، عنا مسابقة مع الشيف جورج. هلا عم نسحب القرعة. هيدي القرعة عبارة عن الاسماء يلي بتعلق عنده على الفيديو يلي على اليوتيوب، بيطلع اسمهم بالقرعة. في له هدية. بعد شوي في عنا اسئلة بنسألها،
يلي بجاوب أول واحد على السؤال بيطلع معانا جاست وإله جائزة. طيب اسم الرابح لا الهدية تبع حنان هو عمان، مش حيبين بيان واضح، أنا عندي مشكلة زينب واضح. طحان. زينب طحان هي معنا الشيء معنا على اللايف زينب، زينب. زينب طحان بعتقد أخته لحسن طحان، 100% مية أخته بالمية لحسن طحان، معنا على اللايف. معنا على اللايف. حسن معنا هلا، حسن معنا على اللايف. حسن خبرها زينب انها ربحت، معنا علبة كوكيز من عند حنان. تتواصل معي من بعد اللايف تعطيها رقم حنان ويقول لك كيف تستلمه. كل مبروك الربح مبروك لزينب. من الوثقة تقولك على اليوتيوب. وليد خليك معي بس تخلص من السحب حبيبي، وبطلع الجاز تكرم عينك على راسي. هلا طيب يا جماعة هلا سحب هديتك، هديتها متواضعة مو يلا كثير كبيرة. زغطورة رمزية اوه بيبي بتج... ليز. هيدي لا حلوة 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 كتير حلوة هيدي الهدية. يا رب يطلع هي اسمي، دي يا رب يطلع رمزية اسمي. يعني بيبي ليز. بيبي ليز، بيبي ليس او فيل ما بعرف، انا بعرفه فيل لانه لا بظبط فيه بيبي ليز. شعراتي هذا الحمد لله ما عم زبط قول اليوم انا عم قول لغورتك اليوم مش ظابطة. 100% ما كان في كهرباء. طيب يا جماعة هيدا يا الهدية رب هي من قناة الشاب جورج، رمزية تذكارية. يا رب يطلع اسمي، يا رب يطلع اسمي. كمان ولا تاني نرجع من عيد. يلا بسم الله. الكل يعمل لحنان، لحنان يلي قدمت الجائزة فولو ويتابعها، وأي حدا عنده مناسبة أو شيء يصير يطلب من عندها طلبيات يعني. أنا مش عم طلع جاز أنا بتكنش. نرجع مطلع جاز بس أنا استعجلت شوي لأنه طبعا يدهمنا مية الوقت بالمية بتعرفوا أنتو، مية بالمية نحن عنا الوقت وقت بعد. محدد واليوم تأخرت أطلع، أنا كنت على أساس أطلع الساعة 2:30 بس اسم الله يعني الله يزيدهم يعني بالنهاية كان الكومنتات كتار فتأخرنا شوي بالكتيبة وبتطوية الوراق. طيب زهرة البستان زهرة البستان معنا على اللايف. إذا معنا على اللايف بعتيلي طلب جاست. تبع طلب جاست زهرة البستان مش معنا. على أونا، زهرة البستان على مش دوي، مش مبينة هلا هون. مش مبينة معنا. طيب يا جماعة لكن زهرة خليني البستان هو الاسم الثاني جزو. هي ربحت معنا الفار لليوم أو البيبي ليس، وزينب طحان ربحت معنا هدية من عند كوين اوف كوكيز، بوكس اوف كوكيز من عند حنان كوين اوف ذا كوكيز. بما انه زينب طحان بتحب تاكل كتير، بتحب الاكل، زبطت مع الهدية. طيب يا جماعة هلا في شغلة، هاو الأسامي اللي نزلوا اليوم مش حيروحوا على الكاب أكيد، هدول رح يتجمعوا معنا لآخر شهر رمضان، هدول حينزلوا معنا بقرعة عيد الفطر. اوكي يعني 24 يعني اللي ما تشرين راح اليوم ما ياخذ على خاطره ويزعل، كفي كومنتات جمعة الجاي، كومنتات جمعة الجاي علينا سحب جمعة الجاي، ويكتروا تعليقات يعني 10 كثر 10 تعليقات. انا اليوم انا عم ويزيدوا بعمل فرصة كومنتات الربح، لسه عندي كومنت واحد يا جماعة، كيف بدكم يزيدوا تربحوا فرصة الربح. قدام واحد حاطط 15 كومنت؟